السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم الطنجاوي مرة أخرى. إخواني وأخواتي، كنسلم عليكم كاملين، على الأحباب ديالكم، على وليداتكم الوالدين وكل ما عز عليكم، وخصوصا وليداتكم. ردوا البال لوليداتكم وكونوا معاهم على اتصال، ويعني كونوا وريهم حسهم ووعيهم، وعيهم شنو كيوقع في الزنقة، وعيهم بأن كاين وحوش كدور بيناتنا في المجتمع، كاين وحوش يعني اللي ممكن لك تعرفها. وريو لوليداتكم كل شيء. هذا حنا كنخافو على وليداتنا كاملين، وليدات المغاربة كاملين، وليداتنا وليداتي راه وليدات المغاربة كلهم، وليدات الآخر راه وليدات المغاربة كلهم، يعني كاملين هادوك وليداتنا كاملين. إخواني وأخواتي، كنهضر معاكم وأنا القلب ديالي مفطور، والله العظيم من شدة الهول اللي سمعنا على الطفل عدنان الملك مسكين اللي مشى ضحية ديال واحد الوحش بشري. الطفل عدنان اللي غاب على الدار ديالهم من يوم الاثنين الفارط، وكان خرج صيفطوه الدار غير باش يجيب الدواء من لافارماسي، يعني من الصيدلية، ومن تما مرجعش. نشوفوا واحد الطرف ديال لا فيديو، ومن بعد نزيدو نهضرو إخواني وأخواتي. واللي سمعنا ليلة أمس أن الجدة ديالو وفاتها المنية اصابه، وقينا طنجة بالضبط من أمام منزل الضحية الملاك. مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا مرة أخرى في مباشر جديد من مدينة طنجة بالضبط من أمام منزل الضحية الملاك الطاهر، الطفل ابن الغريبة. هذا الحي سميتو حي النصر، حي النصر. أكيد أننا تفجعنا كلنا في الوفاة ديال هذا الملاك الطاهر، واللي تقتل بطريقة وحشية من بعد ما تم استدراجه واغتصابه للأسف الشديد بالقرب من المنزل ديال العائلة ديالو. المقتل عدنان راه ما تقتلش غير عدنان بوحدو، ولكن راه قتل المغاربة كاملين، وخصوصا العائلة ديالو اللي تفجعت فيه. واللي سمعنا ليلة أمس أن الجدة ديالو وفاتها المنية، ولكن الحمد لله راها لا زالت على قيد الحياة، فقط أصيبت بنوبة قلبية خطيرة، تم نقلها على إثرها المستشفى من أجل تلقي العلاجات اللازمة. الأم ديالو حالتها متدهورة، فاقدة للنطق. أكيد الأمهات هما اللي غيحسوا بهذا الإحساس، أكيد أي إنسان في قلبه لو ذرة إحساس واحدة غيحس بهذا الإحساس اللي كتحسوا هذه الأم، واللي فاقدة للنطق، واللي لحدود الساعة ما زالت مذهولة من هذه الصدمة. لحدود الساعة باقا ما بغاتش تشيق أن ولدها للأسف الشديد تم قتله بديك الطريقة البشعة. وأيضا الأب راه في حالة ذهول، خصوصا ملي شاف فلذة الكبد ديالو مدفون في تلك الحفرة في تلك الحديقة، حسب تصريح ديال السيدة اللي كانت شاهدة على استخراج الجثة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللسان يعجز أكيد عن التعبير، خلنا التعبير في هذه اللحظات الأليمة، اللحظات الرهيبة، لحظات فقدان هذا الطفل، هذا الملاك الطاهر، هذا الحمل الوديع بريء، ما ذنبه؟ كنتخيلوا اللحظات اللي كان فيها هذا الجاني وهذا الوحش الآدمي كيستدرج فيها عدنان المنزل ديالو، واللحظات اللي كان كيغتصبوا فيها. أكيد أن عدنان كان كيتوسل ليه وكان كيطلبوه وكان كيقول له عافاك وخليني نمشي عند ماما وخليني نمشي عند بابا، ولكنه وحش. أكيد الوحوش ما كتحلش، ربما الوحوش
الحيوانات كتحن، وهذا الوحش الآدمي ما حنش في عدنان للأسف الشديد. حسبنا الله ونعم الوكيل. إن العين لا تدمع وإن القلب لا يخشع وإن لفراقك يعد ذنون. ما كاينش شي مغربي من طنجة للقويرة داخل أرض الوطن ولا خارج أرض الوطن غيكون نعس البارح أولا ذاق النعمة أولا قدر أنه يفيق اليوم طبيعي وما يعنقش وليداته وما يخافش على وليداته. السلام عليكم. السلام عليكم. أختي هادي دابا 5 أيام بلي سمعنا هذا المشكل، أنا ساكن برا واخا شريف واحد دقيقة نعطيوك الخوف. الساكنة كلها ديال مدينة طنجة والمغاربة أجمعين كيستنكروا هذا الشنيع، الإجرام الشنيع. أكيد هاد العائلة هذا ضرنا بخاطرنا، ضرنا بخاطرنا 5 أيام وحنا تنسمعوا هاد السيدة تخطب. فين هو الأمن؟ فين هو الأمن؟ خاصنا الأمن، خاصنا الأمن في هاد الجهة هادي، خاصنا الأمن. وهذا ماشي خان، ماشي من عائلتي، حتى أنا عندي ابني، عندي ولادي. أنا تنخاف بأن أي مواطن كيما بغى يكون النوع ديالو، كيما كان بغى يكون النوع ديالو، أنا تنقول لك قدام العدالة، قدام العدالة. هاد السيادة تنسكن العائلة هذا عرقنا وقلبنا، أنا عندنا ولادنا. فهاد السين الأمن ما تحركش. قلت لزيدك واحد القضية، أنا زيد لهاد دائرة قول الزيت بأن واحد يوميا برواقة تيكريسي الناس بالسيوفة، واحد مشبر والآخر متلوق، هادي كثير من مرسر. الناس تيديكلاريو العائلة ومشى. هذا ماشي خان، ماشي ولد عمي، أنا كمواطن تنادى راه حوطة. هذا حسبو خان، حسبو بنف. أنا كيما وقع لهذا المشكل، جا مسكين وقع خطر. أنا ما تنخم حتى شي واحد، ديك ماما ديالك دير راسك، أنا ما تنخم حتى شي واحد. هذا هو الإرهاب حقيقي. هذا أخويا شنو رأيكم أنتم في هذه النازلة هذه؟ أنا ما تنخم حتى شي واحد، أنا زدت هاد الدائرة، زدت كراري بواحد السيد تيقولوا له كوكو، تجبد سيوفة كريس الناس. هما انا تطلب الحموسي، لا جازيك بخير، لا تحرك في هذه المنطقة. قول الناس الامن، انا ما تنحكمش على الامن كامل، كامل اللي تيأدوا الواجب ديالهم، ولكن زيد عندهم قانوني اقسم بالله. شو احساسكم من سمعتوا المقتل ديالك؟ احساس ديالي كمواطن هاد عيل كنشوفو والحومة ديالنا. هاد المجرم يجيبو قدامنا، يشوفوا الناس يعلقوا بابه كيما وقعنا حنايا، كيما وقع لهاد العائل. غادي يوقع لبنيك، غادي يوقع لبنتي، وغادي يوقع لبنك، غادي يوقع لبنك. وشكرا السي الحموسي، تحرك الله يجازيك بخير. لا يرحم لك الوالدين، وتبدا المرسالات للملك، اعطي الاوامر صارمه لهادو اللي تعملوا هاد الجرائم، هادو اللي تعملوا هاد الجرائم ما يغفروا لهم شي. وتطلبك السي الحموسي، هذا عملو كابنك، هذا الشيء اللي تطلب. وشكرا. لا اقصدك وما تطلب حق هاد السيد هذا. انا ماشي العاد، انا كمواطن. إذا سمعتوا إخواني وأخواتي كيفاش الشعب كيستنكر، كيفاش الساكنة ديال ديك المنطقة، وراهم دابا حدا البيت ديال الضحية مسكين، وسمعتوا بأن الأم ديالو
فقدت النطق، ما بقاش كتقدر تهضر. والجده ديالو جاتها كريس كارد يعني نوبه قلبيه وهزوها، ما عرفوها واش ماتت اولا باقي ما ماتت. يعني وقع في الدار واحد بركان يعني ديال الحزن وديال يعني ما تقدرش تتعبر، يعجز اللسان عن التعبير على المصيبه اللي وقعت. قلت لكم اخواني واخواتي بحال اللي كنا كنقولوا، كاينين الناس وحوش على شكل بشر كيعيشوا بيناتنا، وربما قدروش مع الاسف ما تقدرش تعرف شنو في الراس ديال الاخر ولا شنو كيحمل في قلبه ولا شنو هما الميولات ديالو. وهنا كيختلطوا هاد الناس هادو، كيختلطوا كيتصيدوا الضحايا ديالهم يعني بدقه. هانتوما كتشوفوا كيفاش اختار الولد مسكين باقي صغير عنده 11 عام ومزيون ومزيون على وجهه وكل شيء، واختروا وداه ودار في هاد المصيبه اغتصاب ثم قتل ثم الدفن. يعني هذه جريمة شنعاء، أنا بعد عمري ما سمعت بحالة الجريمة هذه، لأنك يمكن يكون تما اغتصاب وما كيكونش قاتل، يمكن يكون، ولكن بحال هذه صعيبة وما قدرناش نستوعبوها حنا الساكنة ديال طنجة. واللي كنبغيو نقولو يعني هاد المنبر لدوك الناس اللي كيكريو، الناس اللي كيكريو لعباد الله، ماشي غير تجيجل عندك عجبك في وجهه صافي تكريلو تعطيه الشقة. تأكدوا من الناس مزيان وشدوا من عندهم بطاقة التعريف وديروا معاهم العقد ديال الكراء باش يكون موثق، باش يكون كل شيء معروف، باش يكون عندكم عليهم معلومات. فاش كتجي الأمن يدير البحث كيسهل عليه يعني باش يدير البحث، كيكونوا معلومات كاينين، كيكون رقم البطاقة الوطنية عندكم، كيكون كل شيء عند السيد اللي كرا ليه. ولكن الناس مع الأسف كيشوفوا غير في الفلوس وكيكريو لمن ما كان، كيكريو السكيرية، القتالة، الموالي المخدرات، يعني كيكريو صافي. والنتيجة كتكون بحال هادي اللي مشى ضحية ديالها ملاك، يعني في مقتبل العمر باقي كاع ما وصل ديك باش يقبل على العمر، باقي عنده 11 عام، يعني الطفل بريء، صفحة بيضاء، يعني صفحة بيضاء، براءة، تمثل البراءة التامة. ها هو مشى وخلى والديه مسكين، ولكن الطريقة باش مشى بها هي اللي فيها يعني كتمرض الإنسان، لأن كيمكننا نبقاو ندورو ببالنا وفي عقلنا كيفاش كان عدنان في اللحظات الأخيرة ديالو، وكيفاش كان كيتعامل من طرف الوحش، كيفاش كان كيعامل الوحش في اللحظات الأخيرة، وكيف كان يغتصبه. ولابد أن عدنان مسكين كان كيبكي وكان كيطلبو وكان كيرغبو وكان كيتودد ليه باش يطلقو يمشي عند ماما، ولكن الوحش لا، الوحش ما بغاش يستنط ليه وقتلو، يعني شبع منو الغريزة ديالو الحيوانية، حاشا واش تكون إنسانية، شبع فيه الغريزة ديالو الحيوانية وكتم الأنفاس ديالو مسكين ومشى دفنوه. وشوفوا كيفاش خرجوه وكيفاش تدار مشى دفنوه، وكيفاش حتى شمن ساعة ولا شمن، باش كتعرفوا هاد الوحوش كيكونوا كيخدموا بدقة وكيعرفوا واش كيديروا. ولكن حنا عندنا الجهاز الأمني ديالنا اللي كيفك الخيوط كيما بغات تكون القضية، الحمد لله كيفكوها، وهما توصلوا للقاتل، وراه الاعتقال دابا وفي البحث. قلت لكم إخواني وأخواتي، هاد الشخص هذا جا من قصر كبير، هادي 11 شهر باش جا يخدم في طنجة، يعني براني على مدينة طنجة، يعني عنده هو عادية، هو بلادو ماشي هي هادي، والديه وكل شيء في قصر كبير، هو هنا كيحسب راسو يعني براني يدير اللي بغا ويمشي بحالته ويهرب القصر الصغير، عفوا القصر الكبير، ويهرب وما كاين اللي يديها فيه، وكيوقعوا بزاف ديال الجرائم بحال هكا،
وكنلقاو ديما الابطال ديالهم ما كيكونوش من ابناء مدينه طنجه، الاغلبيه منهم كيكونوا ابناء مدن اخرى وكيجيو كيديروا هاد الفضايح هنا. هذا ماشي كلام عنصري وانما كنقول الحقيقه اللي غيقدروا يأيدوني عليها طنجة وكاملين اللي غادي يشوفوا هاد لا فيديو ان شاء الله، لان كنقول الحق. كيفاش دابا يعني النفسيه ديالنا مرتاس بهاد القضيه هادي اللي وقعات، النفسيه ديالنا مهلوكه، يعني مراطين نفسانيا، وكنخافوا دابا غتزاد الخوف ديالنا على ولادنا وعلى الاحفاد ديالنا. راه كاملين عندنا ابناء وعندنا احفاد وكنخافوا عليهم. دابا حنا ولينا ركبنا الهاجس ديال الخوف، مع كنسمعوا كاينين اطفال اخرون كيبحثوا عليهم، كاينين اطفال اخرون مفقودين كيفتشوا عليهم، كتزيد يدخل الهاجس ديال الخوف. وهنا فين كنرجع عاوتاني رجع للوالدين، عاشر وليداتكم، قولوا لهم شنو كاين، وعيوهم. الولد من 3 سنين الفوق بقى توريه، هذا ما يبوسكش فمك، الاخر ما يمسكش هنايا، ما تخليش بنادم يدير لك هكا، بعد من بنادم الى درعك، بعد من بنادم. وحنا مع الاسف كتلقى الناس كبار كيشد دري صغير كيبوسو من فمو. هذه واحد القضيه يعني اللي انا كنرفضها بزاف، كنرفضها اقصى درجه. كتلقى جا عند عائله وكيبقى يسلم على الدراري الصغار كيبوس اطفال صغار من فمهم، هذا يعني ما كايناش. كاينين وحوش اللي كيستغلوا حتى دوك النقط هادوك، وجلسوا في حجره ويدير. كنهضروا دابا كنهضروا صراحه بلا ما بقاو نخبعوا، لان بحال هاد المسائل خصها تطرح. كاين اللي كيبرد الغريزه ديالو غير في الاطفال، كيفاش كيشدهم ويبوس فيهم فمهم ويشد فيهم في بعض البلايص ويقعدوا في حجره، كيجلسوا عنده فوق حجره ويبقى يضحك حك بيه. كاينين يعني كاين حيوانات وحيوانات، ما يدخلكمش ما تجيكمش غريبه الا قلتكم هادشي، لان هادشي راه كيكون وكان ووقع وهي ما يوقع وباقي كيوقع، وخصنا ان شاء الله الرحمن الرحيم ما يبقاش يوقع. لذلك خصنا كاملين نتأهبوا ونوضوا كاملين يد وحده، ونوعيو وليداتنا ونوريو لولادنا شنو كيكون في الزنقه وشنو كيمكن يوقع ليه في الزنقه، وكيفاش يحمي راسو يهرب يلجأ للناس المواضع اللي كيكونوا عامرين بزاف بالناس، ميمشيش البلايص اللي كيكونوا خاويين، ميمشيش يعني البلاصه اللي كتكون ما فيها حتى شي واحد ما يدوش منها. هادشي كامل خصنا نوريوه الابناء ديالنا، ماشي نخليهم عرضه السويرتي، الا جات فيه وهذاك ما جات فيه وهذاك. ومع عاوتاني واحد القضيه اللي كان مع الاسف الشديد، كاينين بعض الاباء اللي كيتسامحوا في حال القضايا بحال هكا، كتلقاهم كيتنازلوا المجرمين اللي فعلوا في ولادهم شي حاجه، وكتلقاه كيتنازل ليه. بحال هاد النوع هذا خصهم يكون عندهم لا تنازل لا تسامح ولا عفو، الا كان مشدود ما يكونش العفو، ما تكون لا مغفره لا حتى شي حاجه. هذا خص يتعذب، خص يمشي للحبس. الحبس وما كيبرش ما كيبرش وما كيشفيش الغليل، الحبس ما كيشفيش الغليل، وما غادي يشفيش الغليل ديال هاد الاسره ديال عدنان، ما غادي يشفيش الغليل الاسره ديال الطفل عدنان مسكين مول 11 عام اللي مات بهاد الطريقه البشعه من بعد ما تهتك العرض ديالو مسكين. انا باقي كنبقى نخمم وكدا غير كيفاش كان في اللحظات الاخيره وكيفاش كان كيتعامل مع داك الواحد، ما كيبغيش يحيد ليا شي من راسي. إخواني وأخواتي نزيدو نسمعو واحد الطرف ثاني ديال الواحد. نواصل رصدنا لتطورات هذا الموضوع من حي النصر بطنجة مع مفادتنا إلى هناك الزميلة شيماء بوعلام التي تتبع مسار استدراج المتهم للضحية.
نحن متواصلين في تغطيتنا ومستمرين فيها هذه التغطية للجريمة التي راح ضحيتها عدنان، الطفل عدنان بوشوف البالغ من العمر 11 سنة. نحن على بعد أمتار قليلة من بيت الضحية، لكن نحن في المكان الذي انطلقت منه الخطة الفعالية للمشتبه به في استدراج الطفل عدنان الذي ترجل من بيته من أجل الذهاب إلى الصيدلية ليشتري شيئا ما، لكن هنا تربص به المشتبه به حسب المصادر الأمنية، المشتبه به كان يتداول أو يتوافد على مطعم يمتلكه أبو الضحية، ومن هنا بدأت الخطة الفعالية ل إذن المجرم كان كيجلس في المطعم ديال الأب ديال الضحية، يعني الأب ديال عدنان، بحال والو من تما دار عليه العين، وبقى كيترصدو، وبقى حتى جاتو ما كتشوفو دابا هادي واقفة أمام المنزل ديال الضحية، وراه غتوري لينا المسار اللي داز به الشخص حتى وصلو للدار ديالو هو، يعني الدار ديال المجرم. للمشتبه به، ونحن الآن نتعقب هذا المسار الذي سلكه الجاني بالمشتبه أو المشتبه به، لأن الكاميرات ديال الحي بينوه غادي مع واحد الشخص، بان غادي معاه، كان غادي كيستدرجو كيهضر معاه مع شنو كيقولو وغادي به، بان في الكاميرات، وهذاك هو السبب اللي أنا تنشرت داك لا فيديو، داك الشيء تنشرو على نطاق واسع على في يعني في وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لذلك باش وقع يعني وقع عند الناس واحد رد فعل كبير بالضحية عدنان. هنا تربص به، كان عدنان يقاوم الجاني وشك لوهلة أنه يستدرجه من أجل شيء خطير، وهنالك في هذه البيوت مجموعة من الكاميرات المراقبة المثبتة التي تتعلق بهذه المحال يمينا وشمال هذه الطريق، وهي التي تمكنت من تصوير وتعقب الجاني، وبعض الصور قد نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عندما تمت يعني إطلاق هذه الحملة الواسعة من أجل العثور على عدنان، الطفل عدنان. هنا كما ترون هذه الطريق سلكها المشتبه به مع عدنان، كان يقاوم، لكن الجاني كان مصرا على ان يدله يعني هذه هي الذريعه التي كان يعني استدرج بها المشتبه به الطفل عدنان، كان يريد ومصرا ان يدله على مكان ما او شيء ما او محل ما، وبهذه الطريقة استدرجه في هذه الطريق، بالرغم من أن البيت الذي يسكنه ويقطن به المشتبه به كان أقرب من هذه الطريق، لكنه استدرجه من هنا وسلك به هذه الطريق من هنا يعني بين هذه البيوت لكي يراوغه في الطريق وفي السبب الذي جاء يعني الذي استدرجه به. المصالح الأمنية قالت أيضا أن المشتبه به بعد أن قام بفعلته أرسل رسالة نصية إلى أبي الطفل عدنان، الطفل سمعتوه، لقد أرسل رسالة نصية لأب ديال الطفل داك المجرم، وكيطلب ليه فيه فدية مالية باش يطلق السراح ديال الطفل، وهاد العملية هادي دارها غير باش يشتت يعني البحث، باش يشتت الانتباه ديال ربما ديال السلطات الأمنية وديال الوالدين ديال عدنان، بغى يشتت ليهم الانتباه ديالهم باش يبحثو بعيد على البلايص اللي هو فيه. راحل عدنان بوشوف وطلب منه وابتزه وطلب منه فدية مالية من أجل إطلاق سراح ابنه عدنان، لكن المصالح الأمنية قامت بعملها واستطاعت أن تمسك بالجاني قبل ذلك، والعثور على جثة عدنان والإمساك بالمشتبه به. إذن هنا يمكننا أن نرى جلياً
أن المنطقة أو الزقاق الذي يسكن به المشتبه به جليا يظهر لنا من هنا، والبيت الذي قام فيه بالاعتداء على عدنان وخلقه ثم دفنه في الحديقة المجاورة كما ترون نصل إليه وسط مراقبة قواتي. هذا المنزل ديال المجرم، وبهذا نكون قد وصلنا إلى البيت ونكون قد سلكنا نفس الطريق الذي سلكه المشتبه به بالطفل الراحل عدنان بوشوف قبل أن يقتله ويعتدي عليه ثم يقوم بدفنه في الحديقة المجاورة الذي سبق وأن ذهبنا إليها. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن إخواني وأخواتي، أنتم سمعتوا شفتوا حتى المسار اللي دا فيه الدري حتى باش وصلوا للشقة ديالو هذاك المجرم. رجع تاني للوالدين، ما فيها باس نهضروا بيناتنا فهذا الشيء اللي كيهمنا وكيهم الأبناء ديالنا والأحفاد ديالنا، يعني راهما أبنائنا كاملين وأبناء الوطن قبل كل شيء، فهم مواطنون وغادي يكونوا مواطنين الغد، وغادي ينفعوا البلاد ديالهم، وغادي يكونوا وغادي يجيو بحال هاد الوحوش البشريه ويخربوا لنا هاد يعني الارث ديالنا بهاد الطرق الشنيعه بالقتل وبهذاك العرض، ويعني وبطرق شتى. هاد الناس هادو اللي خصهم يعني خصهم كثر من الحبس. انا شخصيا واخا ماشي ولدي ولكن السجن ما غاديش فيش ليا الغليل ديالي فيه، لانه غادي يعيش جالس كياكل كيشرب، بينما ان عدنان مسكين راح عن الحياه ما شاف ما تشوف بحال اللي كنقولوا، وغيبقى المجرم كيدوز في العقوبه ديالو. حنا كساكنه طنجه كنطلبوا ليه الاعدام، رغم ان حتى الاعدام ما يشفيش الغليل ديال يما وديال با. يما اللي فقدت النطق، ما بقاتش كتهضر، ما بقاتش كتقدر على الهضره، يعني فقدت النطق بالصدمه اللي وقعت ليها. وعاد الوالدين كثر راه كتخيل ولدها، وكتخيل ولدها كيفاش كان في اللحظات الاخيره، وكيفاش كان كيقاوم، وكيفاش كان كيتعذب. راه هي الكبده ديالها هي اللي غتحس به كثر منا حنايا، لان كاين تما ارتباط روحاني من عند الله. الام ديالو والاب ديالو هما اللي غادي يحسوا بزاف، وكذلك الجده ديالو مسكينه اللي جا كريز كاردياك، يعني ازمه قلبيه، جاتها ازمه قلبيه هزوها على اثرها المستشفى، وكاين الناس اللي كيقولوا ماتت وكاين اللي كيقولوا باقي، والله اعلم الله اعلم. وما كرهناش تكون مسكينه باقا في الحياه، بس ما عندها ما دير باش يواجهوا الواقع اللي كتبوا عليهم الله. وداك المجرم كنتمناوه ياخذ اقصى العقوبات، وبحال اللي قلت حنا ساكنه طنجه كنطلبوا ليه عقوبه الاعدام. ومن عندي انا الاعدام ما يشفيش الغليل، انا بعدا انا يشفي ليا غليلي الى عاش معذب تيموت يتعذب، حيدو ليه يدو ورجلو، يبقى غير كسده والراس، ما يلقى باش ياكل، ما يبقى باش يمشي، ما يلقى والو، يتعذب تيموت. هذا هو اللي كان الله يقدر يشفي لي الغالي ديالنا. ولكن ما كنرجعوا للواقع، رغم اننا مأثرين والتأثير كيجعلنا يعني نزيدو نقولو شي مسائل، ولكن بزز منا، لأن العاطفة ديالنا كتحرك الداخل وما نقدروش نقاوموها. إخواني وأخواتي، ما عنديش الجهد حتى باش نقدر نزيد نهضر في هاد الموضوع، وكنطلب منكم بارطاجيو هاد الفيديو باش يوصل عند الوالدين، يوصل عند الوالدين ديال الأطفال باش يوعي وليداتهم ويقولوا لهم شنو كاين في الزنقة، ويوريهم الوحوش، ويوريهم أنواع ديال الوحوش وشحال من كاين من نوع،
وكيفاش كيديروا والطرق ديالهم، وخصوصا ملي يكونوا صغار بزاف يعلموهم يبوسهم حتى واحد يقولوا له ما تخليش بنادم يبوسك في فمك، ما تخليش بنادم يدر يعنقك، ما تخليش بنادم يعني يدرعك، ما تخليك كذا. الدري كيطلع فاطم من صغره كي بعد بنادم كيطلع عساس على راسو. هادشي اللي بغينا حنا، يوصل الوالدين وساعدوني باش توصل هاد الرساله للوالدين، ويوصل يعني حتى العزاء ديالنا من القلب، يوصل الاسره ديال الفقيد الملك المسكين الملك الطاهر، يعني الصفحه البيضاء اللي كتمثل البراءه. كنوصلهم العزاء ديالنا من القلب، العزاء الحار والمواساة يعني قلبية وأخوية. إخواني وأخواتي، راني مأثر بزاف، ما قدرتش نزيد نهضر على هذا الموضوع، سمحوا لي بزاف. والسلام عليكم، وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله.